دكتور بعد إذنك إنه يشغل منصب مهم بعد نكسة 67 وإنه يجي عشان يمسك القوات المسلحة، ده متهيألي ما كانتش يعني مهام سهلة، لا طبعا طبعا ما كانتش مهمة سهلة اقول جدا. لك إحنا طالعين من نكسة وطالعين من هزيمة، وأنا آجي أمسك المنصب ده، إزاي عرف يعني يتغلب على المشكلة دي بعد إذنك؟ هو طبعا انت بتتكلم عن جزئيتين. الجزئيه اللي في بالك دي هي جزئيه القياده العامه للقوات المسلحه، تمام، ان انت هتلم القوات المسلحه وهتكون جيوش. دي قام بها محمد فوزي ورئيس الاركان اللي معاه اللي هو عبد المنعم رياض، وقائد الجبهه اللي معاه اللي هو المشير احمد اسماعيل والجمصي، الناس اللي لمعوا بعد كده، وقوات قائد القوات الجويه مدكور ابو العز والبحريه فؤاد ابو ذكري وهكذا اللي انت بتتكلم عنه ده. نعم، لكن في نفس الشق، في نفس الوقت في شق اداري اللوجستي اللي هو الحاجات اللي هي المدنيه في الحياه العسكريه. ما هو زي ما في عسكريه حاجات عسكريه في الحياه المدنيه، في حاجات مدنيه في الحياه، يعني في موظفين مدنيين في وزاره الدفاع حتى الان، تمام يعني في العالم كله. تمام يعني تمام التعامل بتاع وزاره الدفاع مع الامداد والتموين انها تشتري الجبنه، الاكل، الشرب، تمام حاجات اللي هي ما بتنتجهاش، ان هي ازاي تاخد السيارات تستولي عليها للمجهود الحربي، كان بيحصل حاجات زي كده. نعم، انه ازاي هتوظف ان مثلا تاخد الطريق السريع الكويس ده تعمله مطار احتياطي عظيم، من القاهره لبنها لانه مرصوف على خرسانه. ففي حاجات لوجستيه كتيره جدا، حاجات في شكلها مدني، لا 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 دي بتتم من خلال وزاره الحربيه اللي هي كويس دلوقتي بعد من كويس سنه 78 بقى اسمها وزاره الدفاع. تمام. طبعا دور كبير ودور جبار، وان هو يتعامل مع هؤلاء القاده الذين كانوا يكبرونه في السن، عظيم، لانه طبعا انت عارف ان المشير احمد اسماعيل دفع 38 في اغسطس، عبد المنعم رياض في فبراير 38، فوزي في 36، كل هؤلاء كانوا هو في بدايه الاربعين. لكن لا تنسى انه سلفه في قياده وزاره الحربيه، سلفه المباشر اللي كان قبله مباشره من دفعه 48 اللي هو شمس بدران. كويس، فاذا كان فيه تمهيد انه ممكن يبقى فيه شاب وزير للحربية دون أن يعني هذا أنه متقدم عسكريا عن قادة يسبقونه في السن وفي الخبرة وفي البروتوكول العسكري. طب ليه يا فندم كان يعني ليه ده كان حاصل؟ عشان ما يستفزش حد مثلا؟ لا لا لا، كان طابع الثورة، يعني عصر الثورة كان كده. يعني في الوقت اللي شمس، يعني مثلا أنت تقولي إيه، شمس بدران دخل الوزير في سبتمبر 66، كويس؟ في نفس اليوم في سبتمبر 66 دخل معاه واحد من نفس الدفعة، ربنا يديله العمر وربنا يدي الشمس بدران العمر، الاثنين عايشين، الثاني هو محمد فائق اللي هو كان وزير الإعلام، كان يسمى في ذلك الوقت وزير الإرشاد القومي. فاثنين من دفعة 48 يعني مولودين في حدود سنة 29 30 خدوا الوزارة في سنة 66 قبل أن يصل إلى الثلاثين. ده كان طبع. نعم. سؤال ممكن يكون يعني كثير من مشاهدينا ممكن يكونوا حابين يسألوا الدكتور عنه، إيه الفرق ما بين المخابرات العامة وإيه الفرق ما بين المخابرات الحربية؟ مخابرات الحربية طبعا ده سؤال جميل. المخابرات الحربية أحد أسلحة القوات المسلحة، عظيم، يعني كيان في القوات المسلحة يرأس مدير المخابرات الحربية لواء أركان حرب، كل الهيراركي، كل التراتبية اللي فيه من القوات المسلحة. تمام. المخابرات العامة فيها فرصة ان يبقى فيها ناس مش من القوات المسلحة، عظيم، خريجي كليات اخرى، لانه فيها هذا المجال. اللطيف ان المخابرات العامة بتتبع نفس الدرجات اللي هي الدرجات العسكرية، يعني فيها لواءات، عمداء، عقداء، زي زي القوات المسلحه كلها. عظيم. لكن المخابرات العامه في اساسها هي مهتمه بالامن القومي، مهتمه بالامن القومي في الداخل بالنواحي الاستراتيجيه اللي فيه، مثلا مخزون القمح، مخزون السلع الاساسيه، مخزون. ده من ضمن اختصاصات المخابرات العامه ودراستها، هي لها اذرع ولها دراسات في كل المجالات. يعني لأن كل المجالات تكون الأمن القومي. نعم. شق من تعنى به قضايا التجسس في الخارج. تمام. وقضايا متابعة الجواسيس في الخارج إنما وإحباط محاولاتهم. المخابرات الحربية تتعلق بقى بالمعركة اللي هو الاستطلاع للمعركة أكثر. من أجل المعركة. من أجل المعركة. لكن لها أيضا تقوم بالمهام الأخرى، لأن المهام الأخرى تتعلق بالاستطلاع.
لم يعد هناك نظرة ضيقة لشيء. يعني مثلا انت دلوقتي في قبل حرب اكتوبر انت عايز تعمل استطلاع في المنطقة اللي هي ورا خطوط العدو.